السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدعة رائعة فيها تفرد ميناء. وأخوتي الكرام، تم وصلني تحديث جديد المهم الخدعة لكل هواتف الأندرويد. إذا تذهب إلى حول الهاتف ثم تضغط عليه كما تلاحظون، تفعل خيارات المطور ثم تذهب إلى إعدادات إضافية كما تلاحظون. البطارية راهي 51 كما راكم طلعتوا. كيفاه تقلبها؟ خدعة خرافية جدا. تضغط على الوضع التجريبي وكما راكم طلعتوا البطارية 100%. كما راكم طلعتوا الفوق، خدعة خرافية، ابهر بها أصدقائك. ولكن خدعة فقط مزيفة ليست حقيقية. هذا كل شيء أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. متنساوش الاشتراك، وشكرا لكل من يدعم قناة أسامة زينو. وفي هذا المقطع كان كل هذا أخواتي الكرام. أما بالنسبة للتحديث فهو تحديث واجهة الهاتف أو الاتصال أخواتي الكرام، فقط أصبحت مزخرفة. هذا كل شيء أخواتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.